مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى الحدث. إذن تتجدد تحديات ورهانات الصحافة الوطنية وطموحات الجزائر الجديدة مع كبر المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الرابعة لمرافقة كل هذه الإصلاحات، وهي تحتفل بعيدها الوطني. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبهذه المناسبة جدد التزام الدولة بضمان حرية التعبير والصحافة في إطار القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية، كما أشاد باحترافية وتمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات نوعية ومصداقية في مرافقة التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، كما أبرز أهمية الارتكاز على الرقمنة والمعرفة. وبهذه المناسبة دائما تم منذ قليل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نادي الصنوبر، وشعار هذه السنة كان الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة. وللحديث حول موضوع اليوم أسعد باستضافة السيد محمد هدير، أستاذ علوم الإعلام والاتصال بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدي، شكرا على الدعوة. كما أسعد باستضافة الأستاذ محمد بغالي، رئيس تحرير بجريدة الخبر. أهلا بك سيدي. أهلا بك. ولمعرفة حيثيات الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، نربط الاتصال مباشرة مع الزميلة نجوى جدي. نجوى أهلا بك، مساء الخير. ماذا كيف كان الحفل وكيف كان التتويج؟ مساء الخير زميلتي ليديا. أيضا جزائر جديدة بأعلام رقمي كما أكد رئيس الجمهورية، ويحرص وتعمل عليها الحكومة من خلال استحداث آليات كفيلة بالتحول إلى الإعلام الرقمي. الليلة كانت مليئة بالتتويجات، ومعي الآن كل المتوجين في هذه الليلة. معي المتوجة في الإعلام المكتوب الليلة زرقيط التي تحضر معي. ليلى، مبروك عليك التتويج، مبروك على جريدة الجمهورية. ماذا يمثل هذه الليلة وهذا اليوم بالنسبة لك؟ والله بالنسبة لي هذا التتويج كرئيس التحرير لجريدة الجمهورية هو أعلى وسام أتقلده في مناسبة عزيزة مثل هذه، العيد الوطني للصحافة. وبالمناسبة أهدي هذا التتويج لجميع زملائي بجريدة الجمهورية وجميع الصحفيين بوهران وبالجزائر القاطبة. وبالمناسبة نشكر أيضا السيد المدير العام لجريدة الجمهورية اللي أعطانا فرص باش نوصلوا لأعلى المراتب، السيد محمد خليفة. أيضا أشكر وأهنئ زملائي في الفائزين بالأنواع الأخرى. في معي أيضا حسام الدين فضيل الذي تحصل على الجائزة الأولى في الإعلام الإلكتروني، مبروك عليك حسام. كيف كانت هذه التجربة؟ والله تجربة فريدة من نوعها. احنا هذا العمل عملناه في بضعة أيام، وكان في ضغط كبير علينا. صعب أنك توفق بين العمل العادي وبين أنك تعمل يعني عمل يكون محترف وتشارك به في جائزة الرئيس. بصراحة ما كناش نتوقع أنه نتوج بالمرتبة الأولى، لأنه عادة كانوا دائما الإعلام الحكومي نلقاه هو في المرتبة الأولى ومن بعدها يجي الإعلام الخاص. لكن الحمد لله احنا بشباب، أنا والفريق اللي معايا مهدي وضياء، يعني رفعنا تحديات وقدرنا نوصلوا للمرتبة الأولى في جائزة الإعلام الإلكتروني. هي أنا بالنسبة لي أهم صنف في هذه الجائزة والإعلام الإلكتروني. علاش؟ لأنه الرقمنة عندها علاقة مباشرة بالإعلام الإلكتروني. التلفزيون يعني راهو بقيمته، الإذاعة نفس الشيء، المكتوب نفس الشيء، لكن الإعلام الإلكتروني أنك توج بالجائزة الأولى في الإعلام الإلكتروني وموضوع الرقمنة، يعني راك قدمت عمل محترف وعمل ممتاز. أنا هذا العمل أهديه للوالدين الكريمين اللي يعرفوني كامل، للأحباب، للعائلة، وبشكل خاص بشكل خاص بشكل خاص هذا الإهداء سيكون لفقيد هو مش فقيد الشروق، فقد الإعلام.
هو صانع نجاحات الشروق، نجاحات الإعلام الجزائري، الأستاذ علي فوضي رحمه الله، الذي غدا إن شاء الله نحيي ذكرى الأولى لوفاته. نقول له من هذا المنبر أن الشروق ما زالت متواصلة، وإن شاء الله بالتوفيق للتلفزيون الجزائري ولجميع المتواجدين. شكرا أيضا. تحضر معي زملائي من الإذاعة الوطنية. قالت الأولى افتكت الجائزة الأولى بعملين صحفيين معي. عبد الناصر أهلا بك. اليوم الجزائر تعكف على الإعلام الرقمي وأنتم فزتم بالجائزة الأولى في هذا المجال. نعم، سعيد جدا بهذا التتويج. الجائزة الأولى جائزة رئيس الجمهورية للصحفية المحترف الصنف الإذاعي، موضوع كان كورونا تفرض التباعد الجسدي وتبعث التواصل الرقمي. حاولت أن أسلط الضوء على جمعيات، على ناشطين في المجتمع المدني استطاعوا خلال فترة الجائحة تلبية نداء الوطن، نداء الواجب، واستعملوا هواتفهم النقالة وإمكانياتهم الخاصة باستعمال الرقمنة ليوصلوا صوت المحتاج ويساعدوا الدولة في أيام الجائحة. هذا الفوز أهديه إلى أبي الغالي، إلى أمي، إلى أخواتي، إلى كل الذين يعرفون ناصر. ألف شكر. ألف مبروك ناصر. أمين أيضا أمين. تفضل معي. توجت بالمركز الأول في صنف الإذاعة الوطنية. عن عمل؟ عن عمل رقمنة الإدارة، إزالة للبيروقراطية بكبسة زر. فهذا العمل هو تتويج لمسار، ولم يأتي هكذا. فأظن أن هذه اللحظة التي نعيشها هي لحظة تاريخية. لماذا؟ لأن الصحافة الجزائرية كان لها الدور الكبير في جميع المسارات التي عاشتها الجزائر والمراحل التي يعيشها الشعب الجزائري في بناء جزائر كما حلم بها الشهداء. وأشكر كل الذين وقفوا معي في هذا العمل، وعلى رأسهم المدير العام للإذاعة الجزائرية سيد جمال سنحضري، الذي منح الفرصة للصحفيين الشباب سواء على رأس المسؤولية، ووقف معهم يوميا يعني في فترة جائحة كورونا وقبلها. واسمحي لي فقط أن أهدي هذا العمل إلى والدي الكريمين اللذين بفضلهما أنا موجود الآن في هذه اللحظة. الحمد لله. شكرا جزيلا. الله أيضا. الوكالة الأنباء كان لها نصيب في هذا التتويج. عبد القادر، ما هو العمل الذي قمتم به في هذه المسابقة؟ عملي هو عبارة عن موضوع حول روبورتاج حول إحدى المؤسسات المصغرة. عنوان الموضوع الرقمنة عجلة من دفع التنمية في الجزائر الجديدة. اخترت مؤسسة مصغرة لقيام قمت بروبورتاج حولها. الحمد لله انه وصلنا لهذا هذا 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 المبتغى. الحمد لله وصلنا لهذا الفوز. نشكر كل الذين ساهموا في هذا العمل. هذا الروبورتاج هو روبورتاج رقمي 100% لانه صنع بالهاتف النقال، انجز بالهاتف النقال فقط 100%. نشكر كل العمال تاع وكاله الانباء الجزائريه على راسهم المدير العام فخر الدين بلدي اللي ساهم معنا واللي سهل لنا كل كما وفرنا كل الامور من اجل العمل ومن اجل الفوز ومن اجل تحقيق الالقاب. نعم، الف مبروك. نذكر فقط بأن التلفزيون الجزائري قد تحصل على الجائزة الثانية والوحيدة في صنف الإعلامي التلفزي، وكان من نصيب الزميلة أمل مرير. اليوم كانت هناك عدة تكريمات لقامات إعلامية أيضا على غرار راحلة، على غرار الأستاذ لمين بشيشي وآخرين. كانت سهرة تنوعت فيها الأعمال الإعلامية، وهذا كله التحدي يبرز تحدي الإعلام لدخول هذه المرحلة ومرحلة الإعلام الرقمي التي نتمنى أن تكون يعني هناك قوانين مرافقة لها لتطوير الإعلام الوطني بالشكل الذي نرغب به جميعا لتجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي رقمي وحيادي. شكرا. نعم نجوى جدي، شكرا جزيلا لك. هنيئا لكل المتواجدين وهنيئا للتلفزيون الجزائري الجائزة الثانية في صنف السمعي البصري بعد حجب الجائزتين الأولى والثالثة. والموضوع الذي شاركت به الزميلة أمل مرير كان حصة خاصة من 26 دقيقة بعنوان الثقافة في زمن كورونا. إذن هنيئا للتلفزيون الجزائري افتكاكه الجائزة الثانية.
في صنف السمعي البصري. سيد بغالي، إذن كما شاهدتم الحفل كان كبير والتتويجات كانت هامة، موضوع هذه السنة كان خاص الرقمنة، جسر نحو الجزائر الجديدة، كيف ترون الجائزة وكيف ترون مشاركة مختلف نستطيع القول مجالات الإعلام في الجزائر في هذه الجائزة؟ أولا تهانينا للمتوجين ونقول لهم إن شاء الله هالسنة وقبل. الموضوع الذي اختير لهذه السنة هو موضوع الساعة، يعني اعتقد بانه الإعلام الجزائري وخاصة السلطات العمومية فيما سبق تأخرت كثيرا في إعطاء الدفع لهذا الانتقال، يعني هو الانتقال ليس فقط انتقال من تكنولوجيا لتكنولوجيا أخرى، ولكن انتقال من نموذج اقتصادي إلى نموذج اقتصادي آخر. يعني النموذج الاقتصادي عفوا نتكلم على الصحافة المكتوبة، يعني تقريبا يكاد أو يعد أيامه أو سنواته الأخيرة في أحسن الحالات. إذا لم نستعد اليوم ونضمن اليوم هذا الانتقال من هذا النموذج إلى ذاك النموذج، الجزائر ستتأخر أكثر، وسيشكل هذا خطرا ليس فقط على قطاع الإعلام ولكن على الأمن الإعلامي لدولة كبيرة اسمها الجزائر. اليوم لاحظنا أنه مختلف المشاركات التي شارك بها الصحفيون كانت يعني ذات وزن، ونلاحظ أن الصحفي اليوم يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لذلك لابد من المرافقة، يعني أصبحت جد ضرورية في مجال الرقمنة. طبعا لما نشوفوا يعني كما شفنا في من خلال البث المباشر كل الزملاء المتوجين شباب، يعني اذا هؤلاء هم الذين نتكل عليهم لضمان هذا الانتقال كما قلت من هذا النموذج الى ذاك. الشباب الجزائري لا تنقصه المعرفه، لا تنقصه النيه، لا ينقصه الاستعداد، فقط المرافقة بالتكوين، المرافقة بالتقنين، المرافقة بالمساعدات المالية. وأعتقد بأن هؤلاء الشباب يعني واحد فيهم مشايب، يعني محظوظين، لذلك هؤلاء الشباب يمكنهم من خلال هذه الإجراءات التي يفترض أنها بصدد الاتخاذ يمكنهم أن يحدثوا هذه النقلة. وأعتقد بأن كل هؤلاء الشباب لا 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 يقلون كفاءة عن غيرهم من الشباب في باقي الدول العربية وغير العربية، وهم مستقبل الجزائر. أستاذ هدير، يعني اليوم رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى الصحافة الوطنية في عيدها الوطني أكد على ضرورة التوجه نحو الرقمنة باعتبارها الضامن والوسيلة التي تضمن سيرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الجزائري. ما مدى أهمية ذلك اليوم، وكيف يمكن للصحافة أن تواكب هذا التطور التكنولوجي؟ صحيح، أولا نهنئ كل الصحفيين باليوم الوطني لصحفهم، بينهم أنت وسي محمد معنا. شكرا. نهنئ الفائزين كما سلف الذكر، وهذه التفاتة طيبة، لأنه إحنا لما درسنا في تاريخ الصحافة هناك دائما كان صراع بين السلطة والصحافة، ولكن لما تكون السلطة هي اللي تشجع في الصحافة هذا مبشر جد إيجابي، على أنه التفاتة من رئيس الجمهورية يدفع للصحافة نحو التطور، نحو الرقي، نحو الرقمنة. وهذا هو العالم الذي نعيشه الآن. العالم كما قال ماكلوهان الذي أصبح قرية صغيرة، الآن الرقمنة يعني برهنت، والصحفيين الجزائريين كما سلف الذكر مع الأستاذ محمد واكبوا التطور التكنولوجي الحاضر في وسائل الاتصال الحديثة من بداية التسعينات. والدليل على ذلك أن كل الجرائد على رأسهم الخبر ذهبت على النت قبل أن يكون يعني التطور الحاصل الآن. ما لاحظنا في الجزائر هو غياب التشريع الذي لم يدفع بالشباب إلى ما وصلوا إليه، فوقعنا في نوع من الفوضى ونوع من الاعتداء على الخصوصية ونوع من التدخل في بعض يعني نشر نوع من الكراهية، الاعتداء على الرموز الوطنية. ربما هذا سمح أيضا إلى تواجد دخلاء على المهنة. طبعا وهذا ما أحدثنا في فوضى يعني، ولكن لما يتكلم رئيس الجمهورية في هذا الموضوع يعني أن السلطة يعني ترافق هذا التحول النوعي وترافقه بإنشاء صندوق وطني نحو ترقية الصحافة، كذلك التشريع الذي يسهل، لأنه الصحافة صحيح تحتاج إلى حرية
ولكن تحتاج إلى مسؤولية أكثر. وتحتاج إلى كذلك إلى ضبط، لأنه بدون ضبط نقع في فوضى، والفوضى دائما تؤدي إلى التأخر. وبالتالي نحن الآن قفزنا قفزة نوعية خاصة في مجال حرية الصحافة، ما علينا الآن إلى أن نرفقها بالتشريعات ونطبق هذه التشريعات. أكيد سيد بغالي، رئيس الجمهورية أيضا اليوم من خلال هذه المناسبة جدد يعني التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والتعبير في إطار القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية. اليوم نستطيع القول أن التشريعات والقوانين ما زالت ناقصة في تأطير المجال الإعلامي، ما مدى مساهمة الإعلاميين اليوم حتى يتم تأطير المسار الإعلامي بطريقة صحيحة وبطريقة مفيدة للإعلاميين بالدرجة الأولى؟ والله خليني نقول باللي اليوم لازم نتكلموا بكل صراحة، ونحن نحتفل بالعيد الوطني للصحافة يعني تهانية، يعني تأخرت في التهنئة ولكن ميو فوطار كو جامي، تهانية لكل زملاء المهنة، ويعني يعني مع مع يعني مع ذاكرة خاصة للزملاء الذين قضوا دفاعا عن قيم هذه المهنة ودفاعا عن قيم الجمهورية رحمهم الله يعني في سنوات الجمر، وأيضا الزملاء الذين نقول باللي ماتوا شهداء لأنهم كانوا ضحايا هذه المهنة. يعني أغلب الزملاء اللي توفوا خاصة في السنوات الأخيرة، ما نذكرش أسماء، توفى بسكتات القلبية يعني في سن مبكرة جدا، رحمهم الله إن شاء الله. وسنتحدث عن مهنة المتاعب كذلك. طبعا فاليوم لازم نديروا معاينة موضوعية جدا. الإعلام الجزائري يعيش، قالها وزير الإعلام، قالها رئيس الجمهورية، ونقولها جميعا، يعيش حالة من الفوضى رهيبة. يعني دائما أنا أصف المشهد الإعلامي في الجزائر بأنه يعني حي قصديري كبير، يعني تقريبا القطاع الوحيد الذي ينشط خارج قوانين الجمهورية. ليس هناك اليوم، كل القوانين تقريبا تكاد تكون مجمدة، القانون العضوي للإعلام، قانون السمع البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير موجودة، سلطة ضبط السمع البصري يعني تحاول بخطوات يعني محتشمة مع الأسف الشديد أن تمارس صلاحياتها. إذن هذه الفوضى لا تخدم لا أهل لا أسرة الإعلام لا الدولة الجزائرية لا السلطات، لا تخدم أي واحد. وهذه الفوضى أنتجت ظواهر غريبة عن هذه المهنة، ظواهر يعني لما نتكلموا على ناس يعني نتكلم قلبي يعني على ناس دخلاء، أغلب من يمارسون المهنة اليوم مع الأسف الشديد هم دخلاء، أغلب من يملكون وسائل الإعلام دخلاء، أغلب الصحفيين دخلاء، أغلب من سلمت لهم بطاقة الصحفي المحترف بين مزدوجين دخلاء. إذن أنا ما نقدرش نتكلم على مشهد إعلامي، أنا نتكلم على مشهد دخلاء، وبالتالي يجب إيقاف هذه المهزلة، يجب إيقاف هذه المجزرة التي شيئا فشيئا تضرب في العمق الأمن القومي الجزائري. اليوم أغلب ما يستهلكه الجزائريون مع الأسف الشديد هو الفيك نيوز، يعني لم نعد نفرق بين المعلومة الصحيحة وما بين المعلومة. الآن اسمحي لي ممكن طولت، الآن كاين دور السلطات اللي هي التقنين بما يسمح بضبط المهنة وبما يضمن أيضا أن يمارس الصحفي مهنته في الظروف الأمثل، الحرية، فتح مصادر الخبر وغيرها من الأشياء، المساعدة أيضا في ضمان الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج الرقمنة. وأيضا أسرة الإعلام عندها دور كبير، نحن تهالكنا، نحن تقاعسنا. اليوم تقريبا لا كوربوراسيون الوحيده يعني الاسره الوحيده غير المنتظمه، كاين محاولات. الخبر مثلا فيها فرع نقابي، ولكن فرع نقابي عنده مطالب مهنيه واجتماعيه فقط، ربما المسؤوليه الكبرى تقع على عاتق الصحفيين. مجموعة من الزملاء يقوموا بمدارات يجب ان يشجعوا وان يهنئوا عليها، لكن تبقى اسره الاعلام هي الاسره. كاين مثلا مجلس اخلاقيه الطب، المحامون منتظمون، القضاة عندهم نقابة قوية، وغيرها من القطاعات، إلا الصحفيين بدليل لا توجد آليات في ضبط المهنة، أنه لا أحد استطاع في أن يصل إلى الوصول إلى سلطة ضبط السمع البصري، لأنه
لم نجد الطريقة التي يمكن من خلالها اختيار ممثلي الصحافة المكتوبة. إذن هي مسؤولية مشتركة، لكن عوض أن نصب الظلام يجب أن نشعل الشمعة. كاين بدايات، كاين إرهاصات يجب أن نشجعها، وأن لا نكتفي فقط بالانتقاد وبسب الماضي. لابد من العمل كذلك. سيد هدير، يعني مع تواجد الإرادة السياسية في تنظيم البيت الداخلي للصحافة، في أن تجعل من العمل الصحفي شريك أساسي في الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع غدا، يعني صحيح. يعني أنتم يعني كمختصين في المجال، ماذا تقترحون لتنظيم البيت الداخلي للأسرة الإعلامية ككل؟ طبعا أنا الآن مثل ما الأستاذ محمد يعني وضع يده على الجرح، الآن السلطة بادرت وبينت الإرادة السياسية الموجودة. الآن الكرة في مرمى الصحفيين وليس الصحفيين يعني الموظفين في الناشرين، لأنه دائما يقع صراع بين السلطة وبين الصحفي، ولكن الناشر المالك للوسيلة الإعلامية لابد أن يبادر ويشرك الصحفي، والصحفيين لابد أن ينظموا. اليوم رأينا باللي العيد الوطني للصحافة هذه بادرة طيبة جدا، وزيد أنت جائزة رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يكفي، لابد على الصحفيين أن يؤسسوا جائزة، وهذه الجائزة تكون وطنية سواء تكون في شهر جانفي أو في مارس، ويكون فيها الكوتيزاسيون من جميع الوسائل الإعلامية، وتمنح لأكبر قلم ذهبي ولأكبر مفكر أو أكبر، وهذا يكون هذا يؤسس إلى تأسيس نقابات، تأسيس مجلس أخلاقية المهنة، بدون أن نعود إلى القانون إلى التشريع الذي تفرض السلطة، يكون داخلي، وهذا التنظيمات اللي تكون داخل الصحافة تكون بإرادة الصحفيين هي اللي تكمل. نطلب من المجتمع المدني أن ينظم في جمعية، نطلب من الصحفيين أن يتحولوا إلى قوة، وهذه القوة تكون قوة الاقتراح وتكون قوة التشريع، وتكون يعني تضاف إلى القانون، لا يفعل إلا بتأطير الصحفيين في حد ذاته، أكيد بمشاركتهم يعني طبعًا. بطريقة مباشرة طبعًا. لأنهم يعني هم أدرى بمهنتهم بمتاعبهم بانشغالاتهم بما يجب أن يكون حتى يساعدهم في أداء المهنة. رئيس الجمهورية اليوم كذلك أشاد باحترافية وتمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات نوعية ومصداقية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مرافقة التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. نتابع هذا الموضوع حول نوعية مشاركة ما تكرس من حريات في المجال، ونعود للنقاش. جزائر جديدة بمؤسسات قوية تحكمها أطر قانونية تضمن مناخا للممارسة الديمقراطية في أرقى صورها، ولأن الصحافة المرآة العاكسة لمدى الممارسة الديمقراطية في أي بلد كان، فقد أفرد مشروع تعديل الدستور حيزا هاما لحرية الصحافة من خلال المادة 54 المتعلقة بحرية الصحافة المكتوبة السمعية البصرية والإلكترونية، وذلك عبر 10 نقاط، على رأسها ضمان حرية التعبير وإبداع الصحفي الذي لن يتأتى إلا بتوفر الحرية والديمقراطية. بنا بلي الحرية عندها قواعد، والقواعد هذيك هي داخلة في الأخلاقيات، يعني لازم كل واحد يحترم أخلاقية المهنة، وهذا الدستور الجديد يكرس هذا الشيء. دستور جاء يكرس حرية التعبير، جاء يعطي أكثر حرية طبعا للإعلامي للصحافي دون المساس بحرية بشخصية بكرامة الغير. مشروع تعديل الدستور أكد أيضا على مبدأ حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، وذلك في أطر قانونية، ويبقى السر المهني من الحقوق التي يضمنها مشروع الدستور والذي يربطها باستقلالية الصحفي. ومن أجل تعزيز مبدأ التعددية الإعلامية وتماشيا مع روح العصر وما يفرضه من تطور تكنولوجي ورقمي، فقد أكد مشروع تعديل الدستور على حقية إنشاء قنوات تلفزيونية إذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن الإطار القانوني،
على أن تحترم هذه الوسائل ثوابت الأمة وقيمها الدينية الأخلاقية والثقافية في نشر الأخبار والأفكار. الأمر جاء صريحا بأن الحريات المسموحة بها وجب لا تغذي المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وحتى لا تستغل حرية الصحافة في نشر خطاب التمييز والكراهية. فقد أقر مشروع تعديل الدستور حظر مثل هذه الممارسات التي من شأنها تشتيت اللحمة في المجتمع. بما أن حرية الصحافة معيار من معايير الديمقراطية التي تقوم عليها الجزائر الجديدة، فإن حرية الصحفي النزيه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تسلب تحت طائلة جنحة الصحافة، كما لا يمكن توقيف نشاط وسائل الإعلام على اختلافها إلا بمقتضى قرار قضائي. وبهذا يكون مشروع تعديل الدستور قد أرسى المعالم الأساسية لصحافة حرة ونزيهة في إطار قانوني. والموضوع كان للزميلة ربيعة بوزيدي. وزاد بغالي، مشروع تعديل الدستور منح يعني هامش كبير من الحرية للصحافة، ماذا يمكنكم القول حول ذلك؟ إذا طبق ما ورد في الدستور بعد اعتماد هذا الدستور إن شاء الله راح تكون نقلة كبيرة جدا. يعني كاين بعض التفاصيل جاء بها الدستور الجديد، هي فكرة حماية حرية الصحفي موجودة يعني تقريبا، أو التعددية الإعلامية موجودة تقريبا منذ دستور 89. أضاف بعض الأشياء الدستور الجديد، قضية باريكزومبل أو مثلا الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام التصريح في الصحافة المكتوبة. أتمنى أن لم يرد هذا في الدستور، ولكن قانون الإعلام العضوي وقانون السمع البصري القادم أيضا أن يخفف من متاعب إنشاء المواقع الإلكترونية والقنوات، يعني لابد من مرافقة ذلك يعني مشاريع قوانين أخرى. قضية فتح مصادر الخبر يعني بدسترة فتح الحق في الوصول إلى المعلومة، قضية أنه لا غلق لأي وسيلة إعلامية دون قرار قضائي. نعم. كل هذه الأشياء هو تقدم خطوات إلى الأمام يجب أن تذكر فتشكر، يعني الخير يجب أن يذكر فيشكر. إذن في المقابل أقول علمتنا التجارب أنه الإرادة هي التي تفعل النصوص أو لا تفعلها، بدليل أنه من 89 كانت الصحافة تمتعت من خلال الدساتير بحرية معينة بتعددية معينة، ولكن شفنا بأن السلوكات من 89 كانت في الكثير من المناسبات وفي الكثير من المحطات مغايرة لروح هذا الدستور. أعتقد بأنه اليوم لازم نقولها، نشعر بأنه الإرادة موجودة. هذه الإرادة نتمناها مترجمة في النصوص التي سيأتي بها الدستور. يعني أكيد أنه القانون العضوي للإعلام سيتغير، قانون السمع البصري سيتغير، وبقية النصوص المسيرة للقطاع. إذن نتمنى أن تعكس هذه النصوص ما ورد في الدستور. نعم سيد هدير، يعني ما رأيكم في الشق الخاص بالصحافة الوطنية في الدستور؟ هل تم منح ما يكفي لأن تمارس الصحافة اليوم عملها بطريقة يعني صحيحة وفعالة؟ ولنا نظن نالت حصة الأسد في الدستور كما قال الأستاذ محمد، بقية القوانين العضوية التي تنظم وكذلك هذه المؤسسات التي تساعد على ترقية الصحافة، لأنه من حق الدولة أن تعمل على ترقية الصحافة. وكيف تعمل على ترقية الصحافة؟ من خلال التدعيم المباشر والغير مباشر، وهذا التدعيم يعني أنه هو التحكم في الخط الافتتاحي. ثانيا هذه السلطات اللي بقيت معطلة لحد الآن، سلطة السمع البصري، سلطة الصحافة المكتوبة، المثل على لأخلاقية المهنة، ولكن هذه المجالس لا تكفي وحدها إذا لم تنظم الصحافة في حد ذاتها كما سلف الذكر. لابد على الصحفيين أن هم ينشئوا هيئة لأخلاقية المهنة ويعملوا ضوابط من إرادتهم. هذه الإرادة أو مدونة السلوك هي التي ستمنع الغرباء على الدخول إلى الصحافة، وإذا دخلوا يدخلوا بشروط. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أي طبيب يمارس مهنة الطب لكن
حتى تعتمد نقابة الأطباء ما بتكون متخرج ومكمل الدراسات، وإذا لم تكن معتمد في النقابة غير معترف بك لابد من توفر شروط يعني حتى للالتحاق بمختلف النقابات. نعم. اثنين، الدستور غير كافي وحده، الدستور يعني خلى حرية الصحافة لما رأيناها لك الحق في إنشاء، لك الحق في التصريح أنك تعمل قناة تلفزيونية أو موقع إخباري، ولكن لابد أن يكون هناك ضبط، هذا الضبط أنك لا تؤذي، لأنه كان متضرر، كان مجتمع، كان عائلة، كان رموز وطنية، كان الوحدة الوطنية، كان تراب وطني، خطوط حمراء لابد من احترامها، لابد أن تحمى. وهنا ما نبقاش نخلط بين قال تحت حرية الصحافة نعمل ما شاء ونصرح ما شاء، والوصول للخبر مضمون. الوصول للخبر هناك أخبار لك الحق أن تصلها، ولكن هناك أخبار تضر بالمصلحة العليا للوطن، من بينها مثلا التحقيقات القضائية اللي شفنا تم الاعتداء يعني عليها. هنا نتحدث عن المسؤولية كذلك. ربما قبل أن نواصل الحديث حول هذا الموضوع نشاهد هذه الآراء والتصريحات لزملاء المهنة حول ما جاء في مشروع تعديل الدستور عن الصحافة الوطنية. نو كما يقولوا من قبل في الدستور القديم كنا نهضروا على حرية التعبير فقط، ما كناش نهضروا على حق. لا سا دوفيان ان دروا سي ني بلو اون ليبرتي ديكسبرسيون كي اي دون اون ديموكراسي كي اكوردي ا تو سيتويان دون اون ديموكراسي. لا اون بار دان فيريتابل دووا كونستيتيسيونيل. هذه هي هذا هو الفرق يعني بين الدستور القديم والدستور الجديد. ودرنا تصحيح في الدستور الماضي، والحمد لله الدستور 2020 خداها بعين الاعتبار وخد منها مواد جميلة جدا، منها مادة تحرير الصحفي من شتى العراقيل اللي كانت عنده بالأمس. والحمد لله في أربع نقط زادها الدستور 2020 للصحفي. كاين ضوابط، وهذيك الضوابط ماشي معناتها راح نديروا مشاكل للصحافه ونخلوهاش تتكلم. لازم الصحافه تتخلى على القيود اللي كانت، لازم حريه الصحافه، ولكن حريه الصحافه والديمقراطيه عندها ضوابط، عندها قوانينها، عندها امور كثيره. يعني لازم تكون اولا وقبل كل شيء لازم تكون عند روح المسؤوليه من عند كل صحفيه، لان كاين بعض المواضيع تدخل فيها امن البلاد، تدخل فيها يعني استقرار البلاد ومستقبل البلاد ويعني لي زانتيري تاع البلاد. لكن اعتقد انه الاساس في كل هذه العمليه هو الاعراب عن نيه حقيقيه للذهاب الى ما يكرس حريه التعبير واستقلاليه المهنه عن كل التجاذبات السياسيه والتجاذبات يعني الاجتماعيه، بما يضمن يعني ممارسه مهنيه احترافيه. واعتقد ان القوانين التي موجوده في القانون او في الدستور الجديد ستعطي للصحافي يقول والاعلامي مكانه خاصه مقارنه بالدساتير الفارطه التي قيدت الصحفي ولم تترك له هامش او مجال للحريه. كانت حريه التعبير ربما كشعارات تكتب وتقال. انا اما حاليا فاعتقد بانه الدستور الجديد بامكانه ان يجعل الصحفي يعمل بحريه، يجعل من الاعلامي له مكانه مرموقه. أستاذ هدير، البداية من حرية التعبير الذي سيكفله مشروع تعديل الدستور مستقبلا بعد الاستفتاء، البداية من حرية التعبير، لكن مع الحرية التعبير هنالك المسؤولية. طبعا هناك يعني قلت لك حتى في المجتمعات المتطورة دائما نأخذ سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، الدستور الأمريكي قال ما فيش قانون يخص بالصحافة، ولكن فيه قاعدة قانونية عند المحكمة الاعتدائية، والمحكمة اللي تقول لك دونت هارم لا تأذي. إذا جاء المشتكي يشتكي سواء مؤسسة أو شخصية وطنية أو صحافي أو أي مؤسسة متضررة، الصحفي له الحق الوقوف في المحكمة لأنه الحق الضرر، والضرر هذا باش نبتعد عن الضرر لابد أن نتحقق بالمعلومة، لابد أن نبتعد عن الكذب، لابد أن ندقق في الخبر، مع وجود لازم السلطات توفر الوصول إلى مصادر الخبر. لأنه احنا في رأينا باللي الوصول إلى مصادر الخبر هذا أجحف في حق الدولة. الدولة قامت بإنجازات كبيرة سواء في البناء، سواء في الطرق السريعة، في الجامعات، في البحث العلمي، في الصحافة، ولكن عدم الوصول الصحافي إلى المعلومة كان إجحاف في حق المواطن. ما يعرفش كم صرفت الدولة في الأطرود في الصحراء ولا في الجنوب، ولكن لو يكون هناك دائما إجاز صحفي في المؤسسات الدولة
الصحفي ما يتجرأش أنه يكذب أو حتى في تطبيق القانون ما يتسيش في القانون كما يحدث الآن. واحد يكتب على أمر خاطئ ولما يستدعيه القاضي يقول له لا هذا اعتداء على حرية الصحافة، لأنه هناك مجتمع وهناك عائلات، هناك طالما يلحق الضرر بالمجتمع لابد أن يتحرك القانون فعلا. ولهذا نقول بلي الضبط ضروري، ما نقولوش الضبط هو اعتداء الحرية، ولكن هو ضروري من أجل أخلاقة العمل الصحفي. وأي إنسان معرض للخطأ لابد أن يكون هناك قانون، يكون هناك ردع، وهذا الردع لا يسمى باعتداء على الصحافة طالما أنه يحمي المجتمع ويحمي الرموز. وتعرف إحنا الجزائر هي دولة تؤثر وتتأثر، ولو ما نضبطش هذه الأمور ستكون الأمور وخيمة المجتمع عندنا، لأنه مجتمع فتي، مجتمع مركب من جميع الطبقات، وإذا لم نحميه بالقوانين نحن في مفترق طرق، وخاصة مع التدفق الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي. والآن التدفق للمعلومات الغزير أصبح يعني الناس تأبسوربي وما عندهاش القدرة على التحليل، تستهلك فقط ولا تحلل التحليل. المعلومة الصحيحة من المعلومة المغلوطة. إذن لابد من ضبط وسائل الإعلام من أجل يعني حماية المجتمع. أكيد سيد بغالي، يعني التجربة الإعلامية الجزائرية نستطيع القول أنها يعني تجربة فتية، يعني ليست لها التجربة الكافية حتى أنها ربما تساير كل التحديات التي ينتظر من الجزائر أن تواجهها في الغد. اليوم حتى ننظم كما قلت سابقا البيت الداخلي للصحافة الوطنية، هنالك آليات ربما تحتاجها الصحافة الوطنية. ما هي أهم تلك الآليات التي نحتاجها اليوم لتنظيم البيت الداخلي؟ أولا القانون يجب أن يكون ويجب أن يطبق. من نافلة القول نقول أنه الصحفي ما هوش مواطن فوق المواطن، كما الطبيب، كما الوزير، كما المشكلة. أنا أعتقد سجلت ثلاث نقاط في هذه إذا كان سمحتي في هذا المجال. أولا نظرة السلطة أو الإدارة للصحفي أعتقد بأنه يجب أن تتغير في مصلحة الجميع. الصحفي هو خصم للسلطة في تسيير شؤون البلاد، وليس خصما للسلطة في تقدير مصلحة البلاد. صح. السلطة والصحفي يشتركان في الحرص صح. على مصلحة البلاد، ولكن هي سلطة رابعة، هي سلطة مضادة. بالضرورة كاين علاقة جدلية بين السلطة وبين الصحفي، هذه العلاقة طبعا يفصل فيها في النهاية الخصومات بين الصحافة والسلطة لن تنتهي، لكن يفصل فيها القضاء. وعندما نقول القضاء نقول القانون. إذن نظرة السلطة الصحفي إذا ما تغيرت هذا راح يحل لنا الكثير من المشاكل. نتكلم على الصحفي الحقيقي مش الدخيل. الشيء الثاني اللي حبيت نقوله أنه كاين حلقة مفرغة في ترتيب هذه العلاقة، اللي هي حلقة عدم وجود فضاء مدني إن صح التعبير مستقل يجمع الصحفيين. اليوم المطروح الآن في الجزائر وشنو هو؟ أنه عندك القضاء، إما الصحفي يمشي مباشرة للقضاء، وفي هذه الحالة كاين بعض الأصوات يمكنها أن ترتفع لتقول بأنه هذا ردع وهذا تكبير لحرية التعبير إلى آخره. وهناك الاحتمال الثاني أن الصحفي لا يعاقب إذا ما أخطأ، إما أنه لا يعاقب وإما أنه يروح عند القاضي. الحلقة المفرغة اللي موجودة اللي هي نقابة، اللي هي مجلس أعلى لأخلاقية المهنة، 90% من المشاكل في العالم كامل في العالم المتقدم أتحدث 90% من المشاكل من أخطاء المهنية من الاعتداءات إلى آخره تحل عبر النقابة في 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 قوانين الإعلام في كثير من الدول. من 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 صلاحيات هذه الفضاءات انها تقول للصحفي ابتداء من اليوم انت لم تعد صحفي. صحيح لانك ارتكبت خطا واحد وخطا اثنين وخطا اخلاقيا يعني. وعوقبت مره وعوقبت اثنين وعوقبت ثلاثه، ما بقاوش حنا نبقاو نتبعوا فيك. ما راكش صحفي، خلاص انتهى الامر، عطينا البطاقه تاعنا، روح تروح دير حاجه واحده اخرى. اذا هذا الفضاء يجب ان يوجد بتسهيل من السلطه وبمبادره وبمشاركة من الزملاء الصحفيين. ودائما نقول عوض الناس بالظلام يجب ان نشاهد شمعة. المشكل الثالث اللي حبيت نتكلم فيه وعلى السلطات وعلى الزملاء ايضا ان يفكروا فيه،
إضعاف ليس من مصلحة الدولة الجزائرية إضعاف الإعلام التقليدي. صح. عندما نتكلم الإعلام التقليدي هو الإعلام الخاص والعام. صح. هو الصحافة المكتوبة، هو الصحافة السمعية البصرية. صح. هو الصحافة الرقمية، لأنه إضعاف كلما ضعف الإعلام التقليدي كلما تقوت مواقع التواصل الاجتماعي. المشكل اليوم الفيك نيوز اليوم اللي نعاني منه هو 90% موجود في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هذه المواقع لا يضبطها لا قانون. صحيح. ولا أعراف ولا أخلاقيات ولا مواثيق ولا أي شيء. الشيء الوحيد الذي يمكننا من مواجهة ما ينشر فيها هو دعم الإعلام التقليدي. صحيح. تقويته، الحفاظ على حريته، لأنه علاش أنا جريدة من حين مختلف الوسائل التي يحتاجها يعني للممارسة الصحيحة. شوف الأخليدية الصحفي أخطأ ويخطئ وسيخطئ وسوف يخطئ. صحيح. صح. يعني التفكير في إيجاد منظومة قانونية وردع وكذا باش نوصلوا إلى حالة أن الصحفي ما يغلطش، هذا ماهوش ممكن. مش موجود. صحيح. الصحفي يغلط، الوزير يغلط، الرئيس يغلط، كل واحد يغلط. صح. هو الإصرار على الخطأ. صحيح. هو النية في ارتكاب الخطأ. ارتكاب الخطأ فعلا. لكن أنا لما نغلط في جريدة الخبر مثلا نتكلم على الأستاذ هدير، نقولوا بلي الأستاذ هدير أقيل من كلية كذا، خدوا احنا عندنا عنوان، عندنا مقر، كاين رئيس تحرير، كاين مدير، كاين قانون يضبطني. يجي الاستاذ هدير يقول لي سي محمد انا يا ما لم اقل من الكليه تاعي وعندي حق الرد ومن واجبي نشره له والقانون يفرض عليا، لكن كان يديروها له في فيسبوك. كيف يدير؟ صحيح. كيف يدير؟ قويني انا باش على الاقل نوصلوا كما قال الأستاذ هدير، على الأقل القارئ يقرأ حاجة في مواقع التواصل، ولكن عنده وسائل إعلام أخرى كمصادر كمصدر التي تلتزم بالقانون. وحبيت نقول حاجة وتصبح مصدر يعني صحيح وموثوق منه. باش نكونوا يعني حقانيين، الصحفي الجزائري صحفي وطني لا يقل وطنية. لا نشكك في ذلك. نعم. الصحفي الجزائري بداية من الثورة الجزائرية يعني ساهم في تحرير البلاد. صحيح. ساهم في تنمية البلاد، ساهم في نشر التوعية بين المواطنين. فعلا. ساهم في حماية النظام الجمهوري. نعم. رغم كل الظروف التي كان يعيشها. يعني تشوفي اليوم مثلا يعني خلينا نفتح قوس، كثير من الناس أفسدوا في هذه البلاد موجودين يعني. صحيح. من إدارة مسؤولين. نعم. وغير مسؤولين يعني من بينهم أعتقد لا يوجد صحفية. نعم. صحيح. صحيح. أستاذ هدير، يعني لما نتحدث عن الممارسة الصحيحة للصحفي اليوم لابد من النظر إلى الجانب الاجتماعي للصحفي، إلى الجانب المهني، توفير الآليات، توفير الإمكانيات. ماذا يحتاج الصحفي اليوم الجزائري حتى نستطيع القول أنه جاهز لرفع التحديات الجزائر الجديدة؟ الصحفي كبقية أفراد المجتمع يحتاج إلى كرامة، يحتاج إلى يعني سكن، إلى شؤون اجتماعية. الصحفي الذي ما عندوش الحق فاش يتنقل بسيارة وتقول له راه غطي لي الحدث، ما تطلبش منه يجيب لك خبر كامل. الصحفي لازم ترفع له الأجر حتى ما يقبلش الهدية من المؤسسة أو من المدير إكس أو إيكغريك. نعم. باش يكون الخبر ما يكونش عنده تأثير في الخبر. لازم يكون عنده أجر باش ترفعه. بالضبط. أغلبية الصحفيين. أيوة. ما عندهمش. الصحفي يحتاج إلى تكوين، يحتاج إلى تكوين من المؤسسة، لأنه التكوين ضروري. ما نقول يعني الريسكلاج هذا لازم يتكون في كل 6 شهور عام، يتلقى التكوين الحقيقي في وهي من بين أهم المطالب التي يطالب بها الصحفي اليوم. هي ضرورة التكوين والتكوين المستمر. الصحفي يحتاج إلى مدونة السلوك يتلقاها من 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 الناشر، لأنه قلت لك هنا كاين حلقة مفقودة في ما يحدث في الصراع بين السلطة والصحفي. احنا شعلنا النار بين الصحفي وبين السلطة، ولكن خلينا الفارغ هو الناشر والمالك الأونر. هذا اللي يدفع ياخذ الإشهار وما يدفعش للصحفي الأجر. ما يسجلوش في الكازنوس يعني، ما يدفعلوش حق الشؤون الضمان الاجتماعي. إذن الصحافي الآن معرض إلى الابتزاز، معرض إلى كثير من الأول يعني مزقت هذه الصحافة، هي يعني شيء نبيل ولكن تمزق بالظروف الاجتماعية. إذن علينا أن نعيد كرامة الصحفي حتى نحصل على خبر فيابر، نحصل على خبر نقي، نحصل على خبر دقيق وبعيد عن كل يعني هنالك أستاذ هدير هنالك يعني اهتمام بالصحفي اليوم
لكن لابد من الصحفي أن يتأقلم مع الرقم التي ينشدها الإعلام التقليدي ككل، يعني يجب أن يتأقلم اليوم مع الرقمنة ومع التكنولوجيات الحديثة حتى يواكب مختلف التغيرات. احنا قلت لك في البداية، قلت لك باللي الصحفي الجزائري ذكي كبقية المجتمع الجزائري، راح على الإنترنت قبل ما تكون القوانين هذه. يعني أنا لاحظت من التسعينات كل الجرائد الجزائرية مجرد وصول الإنترنت إلى الجزائر بدأت على النت، والآن أنشأوا الصحفيين مواقع، وهذه المواقع ذات الصدارة في العالم وفي الوطني، ورئيس الجمهورية اليوم أشاد بها فعلا. أشاد حول الاختراع، حول الذكاء، حول القانون. يعني القانون جاء متأخر بالنسبة لما وصلت إليه الصحافة الإلكترونية في الجزائر، ولكن هذا يعني أنه الصحافي في الجزائر يعني الآن هو في مصاف الدول المتقدمة فعلا. فقط لابد له من مواكبة، لابد له من قانون يحميه، ولابد له من مرافقة. هذه المرافقة تخليه يعني يتنظم، تخليه هي كبقية الإعلام التقليدي، ويعني هو في 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 طريق صحيح. يعني سيد هدير، هذا الحديث يجرني إلى الحديث عن التجربة التي يعيشها التلفزيون الجزائري والوثبة النوعية التي سجلها في عالم الرقمنة من خلال موقعه الإلكتروني. نشاهد هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة منال العجال ونواصل النقاش. مواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل ومسايرة للأنظمة الرقمية للاتصال والإعلام، سعى التلفزيون الجزائري وعبر منصاته الإلكترونية إلى الاهتمام بما يتطلع إليه المشاهد والوقوف على انشغالاته ومرافقته في شتى مجالات الحياة، بما يضمن وصول صوته إلى الجهات المسؤولة، ليكون بذلك التلفزيون مرآة عاكسة للأحداث الوطنية باحترافية وصدق ومصداقية. مواكبة لروح العصر، سجل التلفزيون قفزة نوعية باتجاه اعتماد التقنيات الجديدة، مما فتح بذلك المجال إلى طاقات شبانية لتحقيق هذه الوتبة، ليشكل بذلك التلفزيون حضورا قويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحلة جديدة، جعلت الإقبال عليه وعلى مواقعه الإلكترونية يزداد يوما بعد يوم، مسجلا أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة. وعبر رفع وتيرة الرقمنة، يستمر التلفزيون الجزائري في تقديم خدمة عمومية راقية بأدوات وأساليب العصر. سيد بغالي، هل نستطيع القول أن هنالك إعلام تقليدي وإعلام إلكتروني؟ هل يجب على الإعلام التقليدي أن يواكب الإعلام الإلكتروني أو يتحول إلى إعلام إلكتروني، أم يحتاج إلى تحكم في مختلف هذه الوسائل الحديثة؟ الإعلام الإلكتروني أنا أعتقد يعني حتى نتفق على المصطلحات، يعني إحنا نتكلموا على موديل ايكونوميك، يعني نموذج اقتصادي، ونتكلموا على يعني على المحتوى هو نفسه، صحيح، اخلاقيات المهنه هي نفسها، صحيح، تقنيات المهنه. انا افضل نتكلم على الاعلام التقليدي، يعني باخلاقياته بقواعده بقيمه، يعني حتى الاعلام الالكتروني يقدر يكون اعلام تقليدي، نعم، تقليدي انطلاقا من القيم والمبادئ والمؤسسة للإعلام. لا، أنا أفضل أن أقول إعلام تقليدي ومواقع تواصل اجتماعي مثلا، أو إعلام فوضوي، أو إعلام، إذن لا أقصد الإعلام التقليدي هو يعني التلفزيون يعني قديم أو صحافة قديمة. أولا التوجه إلى هذا النموذج لا مفر منه، وأعتقد بأنه كما قال الأستاذ هدير، الشباب الجزائري يعني اخطاء خطوات كبيره، ولكن هي اجتهادات. اليوم ربما نشكو من بعض الاخطاء التي يقع فيها الزملاء اصحاب المواقع الالكترونيه، ولكن مساكن ما لقاوش يحتاجون يعني لتاطير، لمساعده، لمرافقه، لكل هذه الامور. الشيء اللي داروه يعني يعتبر انجاز، اجتهاد، هو اجتهاد عظيم جدا. تكلمتي على الموقع الالكتروني، انا من متابعين الموقع الالكتروني للتلفزيون الجزائري، شفت باللي من خلال هؤلاء الشباب يعني في فتره قياسيه شفنا يعني عدد المشاهدين وعدد المتابعين، تفاعل يعني الماده التي يقترحها هذا الموقع شيء جميل جميل جدا. هو يعني انا ما خارج التلفزيون الجزائري، ولكن افتخر ونحييهم بهذه المناسبه، يعني نقول لهم بكل العمل الذي يقومون به. نعم، يعني شفنا اشياء في الانفوغرافيا، يعني في الفيديو، يعني اشياء جميله جدا يعني نفتخر بها كاين. لكن هذا الاعلام الالكتروني ينمو ويعيش داخل المحيط،
اللي هو محيط اقتصادي صحيح. اللي هو محيط إداري. مش ممكن اليوم نبقاو نتكلموا على الإعلام الإلكتروني وإحنا ما عندناش مثلا الاي بايمنت مثلا صحيح. مش ممكن. أنا صح. عندي جريدة ونجتهد صح. وننتقل من 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 البابي يعني من من الورق الى الانترنت ولكن المنتوج تاعي كيفاه نبيعه كيفاش تبيعو لازم بطاقه الائتمان كيفاه نبيعو صح. احنا كاين مشكل كبير يعني التسوق الالكتروني في الجزائر كاين اجتهادات ولكن احنا يعني في جريده الخبر رانا نقوموا رانا نعملوا على هذا الشيء ولكن نصطدم دائما يعني الرقمنه تعتبر سلسله مترابطه كاين مشكل كبير نطرحه على السلطات نطرحه على السلطات ربما ننبههم صحيح مشكل كبير جدا احنا ماذا بينا نتوجه عبر الاعلام الالكتروني الى جاليتنا في الخارج وماشي غير جاليتنا صحيح ماذا بينا نخاطبوا الراي العام العالمي في الخارج كاين مشكل لي راباتريمون انا لما نبيع الجريدة مثلا والله اي منتوج اعلامي محتوى اعلامي في الخارج ما عنديش الحق العملة الصعبة تدخل رغم انني ممكن ندخل العملة صعبة لبلادي هذا هذا اشكال كاين اذا ماهوش ممكن نتكلموا على اعلام الكتروني خارج هذا المحيط كاين مشكل الاشهار الان المؤسسات ما زالها يعني باحتشام مترددة في انها تعرض منتوجها من خلال الإعلام الإلكتروني ولو أنه كاين يعني هنا ممكن تكلموا يعني يطول يعني لجافا يعني يعني هذه المؤسسات هؤلاء العمالقة الذين يسيرون هذه الشبكة اخترعوا أشياء رهيبة اليوم كل المواقع الإلكترونية تلقى حتى الموقع الإلكتروني تاع التلفزيون الجزائري لأنه عنده عدد كبير من المتابعين لما تدخلي فيه تلقاي فيه إشهار ولكن هذا الإشهار التلفزيون الجزائري ما يدي منه ولا دولار لذلك اليوم نتحدث على القوانين التي يجب أن تضبط مختلف هذه الممارسات الإعلامية يعني وأن تمنح الحقوق من جهة يعني لكل ذي حق حقه كثير من الأشياء نعم لازم الدولة الجزائرية تمشي إلى الرقمنة كل الدول الجزائرية حتمية أكيد حتمية الرقمنة دائما في نفس السياق أستاذ هدير يعني الرقمنة اليوم أصبحت أكثر من ضرورة لابد من المواكبة لكن لابد كذلك من الاستعمال الصحيح لمختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة اليوم هو الرقمنة حتمية حتمية كما قال الأستاذ محمد الآن أنا كنت نقول لك باللي الإشهار لما نزور الموقع نتاع الخبر مجرد ما نكبس على الموقع كاين الناس تاخذ مبالغ على الكبسه هذه اسمها كليكا بايت يعني وحنا ما ناخذ والو وانت ما تاخذ ولا شيء بسبب هذا التاخر في الدفع التطور الالكتروني اما الحديث عن الاشهار عن طريق وسائل الصحافه الالكترونيه الحل هو القانون نعم الحل هو القانون الان هذا القانون المؤخر وزارة الاتصال دارت قانون مشكور عليه هذا القانون سيفتح المجال سينظم سوق الصحافة الإلكترونية ولكن بدون تقدم من حيث الاقتصاد الرقمي من حيث الدفع عن طريق الإلكتروني من حيث تطوير البريد من حيث تطوير البنوك ما يمكنش أننا نتكلم على يعني مختلف المجالات يجب أن تواكب هذا التطور هي منظومة كاملة باش نوصل الى ما وصلت اليه الان الدول المتقدمه نعطيك مثال انا صحفي واحد في امريكا يكتب عمود حجب العمود وقال اللي يحب يدخل يقرا العمود يدفع دولار نعم تخيل مليون واحد يقرا العمود وصلته مليون دولار في يوم نعم. يعني الصحفي اصبح غني في لحظه واحده بالنسبه في الجزائر الجريده من التسعينات وهي تناضل مازال ما بلغتش ما دفعتش الديون نتاع الطبع ولا نتاع الاشهار يعني تاخر فظيع وما زالت الدوله تدفع في حق الورق للصحفيين ما زالت المطابع فيها ديون الجرائد عندها ديون غير منتهيه السبب كله هو ما يمكنش كما قال الاستاذ محمد التحول من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد رقمي في غياب عدم التدفق في الانترنت عدم تطوير النظام البريدي عدم تطوير النظام البنكي ما زال الصحفي لما يكون مراسل يجيه مبالغ من جريده اجنبيه لازم ننظم المراسلين ننظم المراسل ونعمل دفتر اعباء متى يكون الصحفي هل يتلقى الراتب نتاعو بالدينار او ومادام العمله الاجنبيه تدخل البنك الجزائري احنا مطالبين يعني كلها امور تحتاج الى اعاده نظر الى اعاده نظر الى اعاده ترتيب يعني في ظرف قياسي ممكن ننظم هذا السوق ونجلب به عمله اجنبيه ان شاء الله استاذ بغالي يعني كلمه اخيره وقت البرنامج
والله نقول احنا نحن نشعر بوجود إرادة يعني. الدولة كلها اليوم تتكلم على الرقمنة يعني. مازال فقط كما قال الاخر مازال خطوة برك يعني. صحيح. جرأة يعني اننا نتخذها، والجزائر عندها كل الامكانيات. احنا كاعلام، احنا كاعلام جزائري لنا من الامكانيات والمعارف التقنيه والاعلاميه ما يمكننا من منافسه اي اعلام. صحيح. في العالم. احنا الذي نبغيه اليوم، الذي نبغيه انه الراي العام الجزائري، يعني بهذه نختتم، الراي العام الجزائري يستقي اراءه، يستقي اخباره، يستقي معتقداته من اعلام جزائري. صحيح. صرف مهني محترف يحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها وقوانين الجمهورية إلى آخره، لأنه إضعاف هذا الإعلام يجعل الرأي العام العالمي لقمة صائغة. صحيح. في نعطيك نموذج فقط لازم نتكلموا فيه. مؤخرا بعض المواقع يقولوا تقول بأنها مالية ولكنها غير مالية، مواقع تنتجها بعض دول الجوار بدون ذكر هذه الدولة، يعني أرادت أن تروج لفكرة خطيرة وخطيرة جدا، يعني فيك نيوز خطير وخطير جدا. الحمد لله أن وزارة الدفاع سارعت بالتكذيب، وهذا يحسب لها، اللي هي قضية أنه الجيش الجزائري احتل جزءا أو قطعة من 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 التراب المالي. يعني شوفي هذا الإعلام الأجنبي وش ممكن يخدر. لذلك لابد من تقوية الإعلام الوطني حتى يتصدى لمثل هذه الأمور. كل وسائل الإعلام الجزائرية لتكذب هذه المعلومة الخاطئة والخطيرة. أستاذ هدير، يعني كلمة أخيرة. كلمة، والله أنا نقول لك الجزائر قوية، يعني حبة من حبة وكريم من كريم، ولكن تحتاج إلى إعلام قوي. تحتاج إلى إعلام قوي بمعنى الكلمة، وتحتاج إلى ماذا بين كل هذا الإعلام سواء الخاص أو الحكومي يتحد في خندق واحد من أجل الدفاع عن الجزائر، لأن الجزائر تستاهل كل الخير. أستاذ الكرام، شكرا جزيلا لكم على إثراء الموضوع. نتمنى يعني عيد سعيد للصحافة الوطنية، المزيد من الإنجازات، المزيد من النجاحات، لنرتقي إلى مستوى الجزائر الجديدة التي نطمح إليها الجميع. نهنئ ونبارك كذلك المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. نشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي، تحيات المشرف لطفي سالمي، وكان معكم في الإخراج سلمى قيدي. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم.